في خبر آخر، تستضيف مدينة جدة اليوم الجمعة ببطولة العالم للقوارب السريعة الكهربائية، وتعتبر البطولة هي الأولى والوحيدة من نوعها في العالم، واللي ينظمها الاتحاد الدولي للقوارب السريعة، واللي راح تكون بالواجهة البحرية في مدينة جدة. طبعا مو غريب على السعودية واستقبالها لكل الفعاليات العالمية، صارت الآن محكها السعودية، خلاص كل فعالية عالمية قاعدين نشوفها تجي عندنا احنا في السعودية. صحيح، واكيد غير انه نسختها الاولى راح يشاركون فيها تقريبا اكثر من 16 سائق وسائقة لمدة يومين من 8 فرق عالمية، يعني شيء جدا حلو ان احنا اليوم نشوف مشاركة الفريق السعودي في المجالات العالمية، شيء جدا يحمس سواء كان في الرياضة او حتى غيره، يعني شيء عالمي احنا دائما مشاركين فيه. اكيد.